ولنقاش آخر تطورات المشهد في أمريكا، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الدكتور أمين محمود، عضو مركز العلاقات المصرية الأمريكية. أهلا بكم دكتور. أهلا بك وبضيوفك. هدأت واشنطن بعد ليلة من ليالي الانقلابات في الشرق الأوسط شهدتها العاصمة الأمريكية، كيف كان واقع أحداث اقتحام مبنى مجلس النواب والشيوخ على الأمريكيين؟ الحقيقة الأحداث كانت كبيرة جدا لأنها غير عادية، لم تحدث في تاريخ أمريكا من قبل. حصل بس إن الجنود البريطانيين لما أمريكا كانت محتلة دخلوا الكونجرس، لكن من 240 سنة لم يحدث شيء مماثل. والديمقراطية في أمريكا زي ما احنا عارفين بتنتقل السلطة بطريقة سلمية كل 4 سنوات بدون تغير، لكن كان عندنا رئيس هو يعتبر لا يفهم في الدستور الأمريكي ولا يفهم في القوانين الأمريكية ولم يتعلم في ال4 سنوات اللي قضاها في البيت الأبيض هذه الأشياء اللي المفروض يبقى أولويات، أو إنه يسأل الناس اللي بيشتغلوا حواليه، فهو لم يستفيد وجر البلد لما حدث أمس بدعم منه. هو اللي قال للناس لمؤيديه نتجه للكونجرس، نعم وبيحسب ان دي عملية ممكن انها تتم لما يتجه للكونجرس فالكونجرس يغيروا رأيهم ويعطوه الرئاسة. وهو اللي دخل في عقول كل المؤيدين ليه، 75 مليون مؤيد ليه، نص اللي بينتخبوا في امريكا تقريبا، دخل في مخهم ان هذه الانتخابات كانت مزورة وان الحزب الديمقراطي زور الانتخابات لصالحه. وبالرغم من أنه هذا الادعاء لم يتبعه بأي إثبات كما طلب منهم، وقدم لمحاكم على جميع المستويات من الولايات للمدن للمحكمة العليا في هنا في واشنطن، وكلهم رفضوا ادعاءاته لأن لم يقدم أي دليل في إثبات حقيقي في هذا وجود السياق تزوير. دكتور، في هذا السياق إلى أي مدى كان سيغير المشهد خطاب هادئ من قبل ترامب لأنصاره، وهل كان سيجنب هذه الخسائر البشرية والمادية التي حصلت في الكونغرس؟ لو فعلا خطابه في الصباح لمؤيدينه كان خطاب عقلاني، خطاب بيهدئ الناس على عدم العنف، لو لم يدعوهم حتى للذهاب للكونجرس ما كانش تم ما تم. هو اللي دعاهم للكونجرس. طبعا أمريكا في مظاهرات واحتجاجات طول عمرها بتحدث، وبيتجمع حوالي مليون تقريبا، أوقات بتحصل مليونيات حوالين الكونجرس أو البيت الأبيض، لكن لم يحدث تهجم من مجموعات كبيرة بهذا الشكل للكونجرس. حدث بعض حوادث فردية في التسعينات، دخل فرد بسلاح داخل الكونجرس وسبب في قتل 2 من البوليس بتاع الكونجرس، ولكن ده عمل فردي بسلاح ولم يحدث حاجة مشابهة من قبل. لكن دخول جموع تدخل داخل قاعات الكونجرس وتقعد وتجلس مكان الممثلين الشعب لم تحدث، وبالذات إن هم أربكوا اجتماع مهم. لهذا الاجتماع بيتم كل 4 سنوات للتصديق فقط على ما وصلت إليه الولايات المختلفة من تصديق لهذه الانتخابات، وليس للكونجرس أي عمل غير أنه يصدق عليها. ليس من حقهم مناقشتها حتى إلا لو كان في فعلا اختلاف حقيقي وكانت الولاية طلبت بهذا. لكن أمس مؤيدين ترامب يحاولوا يناقشوا ويحتجوا على انتخابات تمت والشعب صوت فيها، والولاية وثقت هذا التصويت على انه سليم وما فيهوش اي مخالفات، فمش من حق اي كونجرس انه يعترض على هذا الوصف يعني. لكن تمت المناقشات وانتهى بتنصيب بايدن ان هو يبقى الرئيس القادم في 20 من يناير. وعلى ضوء هذه هي النتيجة، نتيجة المصادقة، كان هنالك تصريحات أخيرة لترامب باستعداده لتسليم سلس للسلطة، ما مدى جديته في هذا الطرح؟ أعتقد بعد ما حدث أمس أعتقد أنه حاليا جاد
لان ما عندوش اي خيار اخر، حتى نائب الرئيس اللي كان بيؤيده في كل كلمة بيقولها لمدة 4 سنوات او اكتر وقف ضده ورفض انه يعمل اي شيء غير عادي، لانه عارف صلاحياته ويفهم الدستور. اللي هو نائب الرئيس كان عضو في البرلمان وفاهم وراجل سياسي، ما يقدرش يعمل شيء خارج عن ارادته وخارج عن الدستور، فقال له انا هتبع الدستور وفي خصومة ما بينهم، ده شيء يخصهم. لكن ترامب حاليا ما عندوش اي وسيلة اخرى لعمل اي شيء لعرقلة انتقال السلطة سلميا. هو بعد كده يتكلم زي ما نعم، يرغب، يعمل ما يحب، لكن انتقال السلطة هتتم، وفي ثقة انه هتتم بشكل عادي زي ما بيحصل كل 4 سنوات. شكرا جزيلا لك، عضو مركز العلاقات المصرية الأمريكية دكتور أمين محمود، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن.